عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. وطبعا يعني من زاوية معينة لرؤية الأمور نقدر نقول أنه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الحقيقة منتخبنا منتخب مصر لكرة اليد وعدنا أنه هيطلع بينا وهيرفع سقف طموحاتنا وأحلامنا، يعني من أجل الحصول على ميدالية في هذه البطولة الكبرى. منتخب الفراعنة لكرة اليد بقيادة طبعا مدربه الأسباني يعني في طريقه بالفعل ودون اي قيود او عراقيل بان هو يحقق فوزه الثاني طبعا على التوالي. دي كانت حاجه عظيمه جدا وانجاز محترم، وخصوصا ان احنا بنتكلم برضو ان الفريق المغربي ما كانش بالخصم البسيط، وبطبيعه الحال مش محتاجين نتكلم عن حجم يعني قوه منتخب كرواتيا. الحقيقه فوزين متتاليين طلعوا بسقف طموحاتنا لفوق. عايزين بقى نفتح الملف ده ونعرف ايه سر التألق الملحوظ في السنوات الاخيره، مش مجرد المشاركه الاخيره دي للمنتخب. الحقيقه يعني انجازات كبيره جدا بتتحقق بقالها فتره على صعيد كره اليد المصريه، موضوع جدير بالاهتمام ولا بد من التوقف امامه وتناوله بالتحليل. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن ياسر صلاح نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد. يا صباح الخيرات يا كابتن واهلا بيك معانا. صباح الخير، صباح سعاده على النادي الاهلي كله. صباح النور ومنورنا حقيقي كابتن ياسر. وزي ما كريم قال كده يعني احنا كلنا سعداء بهذا الانجاز والتغيير كمان الملحوظ في الفنيات وفي الاداء، لكن دايما احنا برضو هنرجع نقولها منتخب مصر كره اليد يمكن البعض بيجيبه على طول في المرتبه بعد كره القدم، اللي هي الرياضه الجماعيه الثانيه بعد كره القدم على طول، اللي بتلقى استحسان وبتلقى كمان اهتمام الى حد كبير، ويمكن مؤخرا بشكل اكبر. يمكن حضرتك برضو تقول لنا ايام حضرتك كان الوضع ازاي في التغطيه الاعلاميه والاهتمام، لكن مؤخرا زي ما بيتقال كده ابطالنا هم اللي بيفرضوا نفسهم على الساحه. عندنا ابطال كتيره جدا من انديه مختلفه قدروا ان هم يحققوا حاجات كتيره جدا، يمكن بطوله 2021 كمان كانت فيها اختلاف الى حد ما، وشفنا قد ايه المنتخب بتاعنا برده كان بيحارب للنقاط الاخيره او الفرص الاخيره. هل بنتكلم دلوقتي مع كرواتيا وبعد كمان المغرب والفوز اللي لحد دلوقتي المنتخب محققه، نقدر نقول ان احنا كده ماشيين خطوات سليمه؟ خليني اعرف من حضرتك برده رؤيتك يعني كابتن ياسر في البدايه قبل ما نخش في التفاصيل. بصي، هو احنا الاتحاد اليد من زمن، من قبليه حتى وقبل جيلي، حط قاعده. القاعده دي احنا ماشيين عليها بقالنا فتره ما بتتغيرش، حتى لو كان في تغيير في رؤساء الاتحاد فاحنا ماشيين عليها بنكمل. حطينا اهداف واشتغلنا عليها، ويمكن احنا واخدين بطوله العالم للناشئين، واخدين الفريق الاول حقق مركز رابع، وكنا من السبع العظماء في على مستوى العالم. الاتحاد الحمد لله حاطط حتى قواعد استثنائيه ان احنا نوصل اللي احنا فيه دلوقتي. حط مثلا كره بطنين من بره، الكلام ده مش موجود، احنا اللي عاملينه بس في الاتحاد المصري. لعبه مصغره المان تو مان، لما لقينا احنا في الدفاع مش كويسين بدا يحط قواعد للدفاع وطريقة دفاع، فبدأنا ان احنا نلعب بالطرق دي لغاية ما وصلنا اللي احنا فيه. هنيجي نبص على كأس العالم اللي احنا فيه، واحنا دلوقتي اصبحنا من الثمانية الاوائل، يعني ما بنقلش عن كده، بقالنا حوالي سنين على هذا الكلام. بنطمع ان احنا دايما ان احنا ناخد ميدالية بالظبط. ان شاء الله الميدالية جاية في المشوار اللي جاي بإذن الله، مش بنقول انها ممكن تتحقق السنة دي، لكن جاية. احنا بنوصل وبنطلع من مربع، يمكن ما حصلناش حظ في كاس العالم اللي كان على ارضنا، لكن انا شايفه السنة دي حتى كان الاتحاد حاطط النظام دوت، عامل الدوري بتاعنا اللي هو بتطلع متقسمه رايح جاي او رايح، وبتطلع بمناطق. كاس العالم السنة دي فعلا انت بتلعب الماتشات تحت ضغط وبتطلع بالبناط بتاعتك. ده اللي خلى حضرتك شايف ان هيكون من الصعب ان الميداليات اللي جايه تيجي السنه دي؟ ممكن تيجي السنه دي برغم ان احنا ماشيين زي الفل حتى هذه اللحظه. بص، ولا اللي جاي اقوى ولا اللي جاي اصعب ولا ايه؟ اللي جاي اقوى واللي جاي اصعب طبعا، ان كل شويه الهاندبول بيحصل فيها تطور، اللعبه بتتسرع كل سنه، الاتحاد الدولي بيحط قوانين. بس انا شايف ان رغم ان احنا عندنا نواقص كتير مؤثرة علينا،
زي يحيى خالد طبعا، احمد الاحمر، الطيار وعصام الطيار، دول من العناصر الخبره الكويسين. احمد الاحمر اعتزل طبعا دوليا، يحيى خالد رباط الصليب ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه، وعصام اعتقد ان هو كان في اصابه بس ما اتاخدش المره دي. رغم كده ان عندك في قطاع الناشئين مطلع جزء كبير قوي بيلعب السنه في الدوره بتاعت كاس العالم السنه دي، انا شايف لا ان في تطور وفي جيل بيسلم جيل على طول، وده اللي احنا الاتحاد ماشي عليه. جميل. بالنسبه بقى نرجع لكاس العالم بتاع اللي احنا مقيم 23، احنا عندنا حاجتين، ان المجموعه بتاعتنا كرواتيا، امريكا، المغرب، المغرب كرواتيا، المغرب لعبنا اول مباراه كرواتيا وكانت هنقول صدمه سعيده ان انت تكسب كرواتيا. انت لعبت كرواتيا في البطولات اللي فاتت كلها، كل المقابلات المباشره اللي كانت بيننا كانت خساره، مره واحده بس كانت تعادل، مفاجاه ان احنا نكسب ومكسب كويس. عندنا ان شاء الله ماتش المغرب برضو خدناه. انا بس عندي سؤال يا كابتن ياسر قبل ما ننتقل للمرحله الجايه، هل كرواتيا كفريق اختلف فيهم لعيبه او في صفقات جت او في لعيبه اعتزلت؟ يعني هيك بتتكلم ان الاداء كان يمكن مش الافضل او التنافسيه ما كانتش احنا الكفه بتاعتنا راكحه في السنوات اللي فاتت، هل السنه دي مختلفه لاختلاف الفريق ولا راجع لايه؟ اطلاقا، ده بالعكس ده عنده عنصر خبرات غير عاديه، هو ما حطش عناصر جديده انها تتماشى مع السرعه. بالعكس انا شايف ان كرواتيا نزلت زي ما بقول لحضرتك، هي حصلت صدمه. بروندو المدرب بتاعنا قرا الملعب كويس، دارس الماتشات ديت، كان بيتفرج عليهم فعرف ازاي يتعامل مع المباراه. كويس، يعني ده زي ما بتقال نجاح من الجانب المصري هو السبب. ده أكيد. شيء كويس جدا. اكيد كويس دي جداً. برضو نرجع ونقول تاني قد تكون نقطه طمأنة، يعني فكره ان انت لعبت منتخب تقيل زي المنتخب الكرواتي وعنده تاريخ طويل عريض، وزي ما حضرتك تفضلت من شويه ان هو فاز علينا في كل اللقاءات السابقه ما عدا لقاء واحد اتعادلنا فيه، فما هو برضو دي ممكن تبقى اشاره لان احنا قد اللي جاي. اكيد احنا عاملين ماتشات كويسه جدا حتى في كاس العالم اللي كان على ارضنا، السويد، فرنسا، ودول تقايل العالم، يعني انت بتطلع معاهم راس براس يعني جون، تعادل، الحظ بس هو اللي بيحدفك من مجموعه او خساره مباراه بتحدفك في حته تانية. اكيد طبعا. احنا السنه دي بنقول ان دلوقتي انت معاك نقطتين من كرواتيا ونقطتين من المغرب، وهتلاعب ان شاء الله يوم الثلاث امريكا، فهيبقى داخل معاك 6 نقط. الدور اللي بعده انت بتخش معاك النقط ديت وبتاخد المجموعه اللي جنبه. انا اظن المجموعه اللي جنبه هي بلجيكا، الدنمارك، تونس. انت ما بتعيبش الفرق اللي انت لعبتها قبل كده، فانت بتلعب الثلاثه دول، كل المطلوب منك انك تكسب ماتشين مش اكتر. يا مسهل. هو احنا بندخل بالثقافه دي، احنا مطلوب مننا نكسب ماتشين، ولا حضرتك بتتكلم على النتيجه؟ يعني انا ما بدخلش اللعيبه بتاعتي اللي هو اكسب لي ماتشين بس، ان ده ممكن يكون يخليني ما اكسبش حاجه خالص، اللي هو بصي هو احنا اللي هو اقل شيء ممكن، دي مش بتبقى حلوه. هو معاه فرقه برضو، يعني الدنمارك فرقه مش صغيره، ده هي بتنافس على اللقب الثالث كمان بالظبط. فبنقول ان احنا يعني معانا نقط، وبنقول ابسط حاجه سيئه هنقول عليها ان انت تخسر ماتشين، سواء بقى معاك بعد كده السويد، معاك هولندا، كل دول انت عامل معاهم ماتشات جامده جدا، ولو كانت جت لنا في الماتشات ديت فكان هتبقى الماتشات صعبه، بس انت برضو معاك فرقتين غير الدنمارك هنقول ان هم هيريحوك شويه. وكمان خواجه عندنا عامل شغل كويس قوي، اللي عامل روتيشن
الناس امبارح اتفرجت على الماتش اتخضت. دي حقيقة. لا هو مريح ناس كتير، يعني مريح محمد سند، مريح كريم هنداوي، مريح هاشم، محمد هاشم. وحضرتك شفت النقطة دي كميزة ولا كعيب؟ يعني هل في إراحة اللاعبين دول؟ حضرتك شفت إن ده نتج عنه خلل ما، ولا بالعكس دي كانت حاجة منطقية؟ لا دي حاجة كويسة إن هو يريح بعض اللعيبة، لو مريح بكار يعني، وحتى درع لما لعب هو لعبه بالظبط 10 دقايق في الشوط الأولاني، ودودو لعيب محترف طبعا ومن الناس التقيلة موجودة عندنا من الخط الخلفي، ملعبه تقريبا في الشوط الأولاني آخر 5 دقايق، وبرضه نفس الكلام في الشوط الثاني 5 دقايق، ودرعي برضه لعب على فترات. لا أنا شايف إن هو عمل روتيشن، لأن هو بيجهز للماتشات اللي جاية، ما يبقاش فيه جهاد. لا أنا شايف إن هو قاري الملعب كويس قوي قوي يعني. تمام. طب كابتن ياسر هنروح فاصل عشان لازم، وهنرجع نتكلم حضرتك عن يعني اقوى المجموعات من وجهة نظرك، وفي نفس الوقت عايزين برضو نتكلم شويه عن الفنيات والامكانيات اللي عندنا، ولو في نواقص، ولو كان في مشاكل حتى ايام حضرتك وتم تداركها مع الجيل الحالي. احنا نفسنا ان احنا في الاول وفي الاخر يعني نعدي بقى فكره ان احنا تمثيل مشرف او مركز ثامن، نسعى نبقى مركز سابع بعد 10 سنين نبقى سادس، يعني الحاجات دي عايزين نعديها بقى بصراحه، عايزين نخش على المربع الذهبي، عايزين ننافس على مراكز الاولى. فاصل سريع هنرجع نكمل مع حضراتكم ملف كره اليد ومنتخبنا اللي مشرفنا حتى هذه اللحظه بصراحه مع كابتن ياسر، خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا الجميله مع كابتن ياسر صلاح نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد اللي منورنا في حلقتنا النهارده. وكنا ختمنا الجزء اللي فات من الحوار بحوالي 14 ملف انت فتحتيهم مع كابتن ياسر، وقلنا نطلع فاصل نرجع على مين فيهم بقى اللي يعجبك. اصل كلها نقط مهمه على فكره، سواء المجموعات ودرجه القوه اللي في كل مجموعه وحجم التنافسيه اللي فيها، رؤيتك للي ما هو قادم في مشوار المنتخب، المدير الفني بطبيعه الحال برضو عايزين نقف عنده شويه، لانه اكيد يعني كان في انعكاسات ملحوظه وملموسه لطبيعه تكوينه وشخصيته شفنا لها انعكاسات اظن، او اعتقد ان حضرتك ممكن كمان تكون شفت الانعكاسات دي ولا ما شفتهاش، على اداء اللعيبه، على حجم الحماس اللي عندهم. بص هو برونتو هو ليه مساعد هنا، المساعد دوت بيمرن الاتحاد، كان عنده شويه يجيبه ما يجيبوش، وكان ساب ورجع. و طب ليه التذبذب ده كان حاصل؟ ده حاجات ماديه تقريبا كده؟ لا هو كان ماسك فرقه بره، وكان عايز يمسك فرقه بره ويمرن. في الاتحاد في الاول ان هو ما وافقش طبعا، ومسك مدرب لغايه ما استقر وجابه، فكان بيجي برضو على فترات. هو طبعا محطوط تحت ضغط برونتو السنه دي، اعتقد ان هو كان قريب جدا من اللعيبه، وده حاجه كانت كويسه. فاعتقد ان هو السنه دي انا شايف ان هو ممكن يحقق يعني حاجه، هيبقى من ضمن يعني انا شايف منتخب مصر السنه دي هيبقى من ضمن الاربعه فعلا. يا رب يا رب ده يحصل، هيبقى حاجه اعتقد ممكن يطلق عليها انجاز الى حد يعني الى حد اكيد ما. اكيد في ظل تطور اللعبه وانت معاك برضو مجموعه كبيره من قطاع الناشئين، يعني عندك احمد احمر المبطل برضو عنصر خبره كبير طبعا، وعندك برضو نواقص موجوده عندك في المنتخب يحيى خالد. ما هي دي ممكن تبقى مؤشر ايجابي ومؤشر سلبي، ان انت بتعتمد على ناشئين في نفس الوقت عندك اللي هم المين بتاعك او المين سكواد يعني مش موجود كله كامل، في نفس الوقت انت بقالك سنين طويلة مركز ثامن، وربما البعض بيشوف ده إنجاز، بس احنا أو حضرتك كداخل اللعبة هتشوف ان لا ده مش الأفضل ومش هو ده السقف بتاع كرة اليد، احنا ممكن نروح مع المنتخب بحتة أبعد من كده، خصوصا الظروف. ولو حضرتك برضو تصلح لي كابتن ياسر، أعتقد بقت أفضل دلوقتي. بمعنى إيه؟ كنا بنتكلم أنا وحضرتك في الفاصل فكرة الاحتراف، كان زمان على أيام حضراتكم ما كانش يمكن في قوي فرصة الاحتراف للخارج، الاحتراف للخارج بيجيب معلومات وبيجيب خبره وبيجيب فكر مختلف وبيجيب اداء افضل، فانت لما بتروح تبعت حد اعاره ويرجع تاني اعتقد ده بيرفع من مستوى المنتخب الفني كمان، فيمكن ده ما كانش على ايامكم بشكل كبير. دلوقتي عندنا اكتر من لاعب يمكن 8 حاجه زي كده، عندنا 9 لعيبه 9، فاكيد ده فرق مع الاداء برضو، ممكن كمان مع الفرق ده يبقى فيه فرصه لاداء ورانكينج افضل.
للمنتخب المصري كرة اليد. أكيد يعني أنت عندك النهارده 9 لعيبة منهم يحيى خالد واخد أحسن لعيب في البطولة بتاعت الأوروبا اللي هي شغالة، بس طبعا ربنا يشفيه رباط الصليبي، محمد سند، ممدوح هاشم اللي هو محمد هاشم، دودو، لا عندنا أسماء كلها أسماء مهمة في المنتخب مهمة بصراحة. وبتلعب دور كبير في الدوري الأوروبي كله. أنا شايف، لا أنا شايف يعني هيبقى في السنه دي شكل تاني. طبعا انت دوست على حته ان هي احنا من الاحتراف 8، وده طبعا الناس كلها شايفاه ان هو انجاز، هو طبعا انجاز، بس هنقول للعبه او الناس القريبه من اللعبه احنا بنطمع طبعا اكتر من كده، يعني احنا بنطمع ان احنا نبقى مربع، لانك انت السنه دي بطولات الناشئين في كاس العالم انت محقق بطولات كتير، وحتى اوحش النتائج في كاس العالم تاني في الناشئين، يعني بطولات افريقيا كلها الحمد لله احنا بناخدها، فما عندناش حاجه تاني. عندنا الاتحاد، هنقول ان هو الاعداد بتاع المنتخب بتاع السنه دي انا شايف وجهه نظري ان هو كان قليل، يعني هو طالع سفريتين قبل كاس العالم، فكان الموضوع صعب شويه، بس انا اعتقد ان هم تغلبوا عليه، وشاف كمان ان هم التسعه المحترفين عاملين شكل تاني للمنتخب كويس. هل جدا. يعني الرياضه دي بشكل عام هل بتعتمد اكتر على عنصر معين اكتر من بقيه العناصر؟ يعني مثلا بتعتمد اكتر على القوه الجسمانيه، ولا بتعتمد اكتر على السرعه، ولا على الدقه في التصويب، ولا على ايه؟ وفي نفس الوقت برضو بناء على ايه الواحد بيقيم لاعب بعينه ويقول لا ده نجم وده استثنائي؟ يعني مثلا احمد الاحمر، على ذكر احمد الاحمر، احمد الاحمر ما فيش مساحه للاختلاف حول نجوميته واختلافه. طب الاختلاف ده في راي حضرتك مش بس في حاله احمد الاحمر، ايه اللي لازم يتحقق فبالتالي اللاعب ده يتصنف كنجم؟ ما كلهم بيعملوا نفس الحاجه تقريبا، ايه اللي بيفرق حد عن التاني وبيخليه نجم بالمقارنه بغيره؟ بص طبعا احنا لو بنتكلم على عنصر اللعبه قوه، بقى فيها قوة وفي نفس الوقت بقى فيها سرعة غير عادية. عشان نتباشى مع الكلام دوت ومن الصغر بنختار اللعيب. كان الأول الاتحاد عامل دوري الميني، فكانت المدربين عاملاه زي نتائج، يعني مكسب وخسارة، فكان في ضغط غير عادي. الاتحاد لما قرر قال لك لا هتبقى مهرجانات، يعني مهرجان، وهنخليه عشان اللعيبه تقدر تديها مساحه، وتقدر اللعيب وانت ما تبقاش تحت ضغط انك تقدر تشوف لعيب يقدر يخدم منتخب مصر. طبعا طول ده حاجه شيء اساسي. عنصر القوه وعنصر السرعه بتيجي بعد كده بالتدريب. لا انا شايف ان الاتحاد حاطط قواعد كويسه، بالذات لما خلى بطولات الميني مهرجانات، فاصبح المدرب ما بقاش تحت ضغط، بقى يخدم اللعبه ويخدم ناديه، ويبدا يبص فعلا للعيبه ويقدر يشتغل معاهم، يعني يقدر يقول النهارده ان ده هيبقى مستقبل، اديله فنيات، هبص شويه للفنيات، مش هبص ان انا اكسب وبخسر. في الوقت ده بالذات احنا لازم نبص للفنيات، واطلع لعيب عنده يعني مهارات. الاول ما كانش فيه الكلام ده. طب يعني معلش يعني لو انا قارنت الجيل الحالي بجيل حضرتك، ايه الافضل هنا والافضل هنا دلوقتي وفي جيل حضرتك، ونشوف ايه التطوير اللي حصل؟ يعني ما هو لازم علشان انا اوصل لنتيجه افضل لازم يبقى في تطوير حصل اكيد على الصعيد الفني والاداره الفنيه وكل ده، بس لازم يكون في تطوير حصل في المنظومه، منظومه كره اليد. فخلينا ممكن نرجع شويه للجيل بتاع حضرتك ونتكلم في ده. بصي احنا ايامنا كان بنلعب الهاندبول، وكان فيها ما فيهاش التطور اللي احنا شايفينه دلوقتي، كان الاحتكاك كان قليل جدا، ما كانش على المستوى الاوروبي او الافريقي، كان عباره عن ان احنا النهارده لو عندنا في ماتشات في المنتخب مثلا على سبيل المثال، فكانوا يجمعوا ويوقفوا الدوري ويجمعونا اسبوعين عشان نقدر نتمرن، وبعد كده لو في اعداد. يعني ما كانش في معسكرات، ما كانش في تاهيل جيد، ما كانش في استعدادات جيده، ما كانش في مثلا مباريات وديه في الخارج، الكلام ده كله ما كانش موجود. انت عندك النهارده الاتحاد بيسبدك اللعيب يوم قبل المباراه، هو طول السنه
لعيب المنتخب بيتمرن مع المنتخب بالظبط، ويجي لك على المباراه بتاعه النادي بيسيبها لك قبلها بيوم. فاصبح دلوقتي ان اللعيب بتاع المنتخب بيتمرن جنب ناديه وفي تركيز كويس قوي مع لعيبه المنتخب ان هو بيتمرن كل يوم، وده اصبح ليه عنصر خبره وعدد ماتشات. ولا انا شايف ان في تطور غير عادي يعني، في فرق جامد قوي بين الاجيال اللي فاتت والاجيال بتاعه النهارده. معظم العناصر اللي حضرتك ذكرتها دي يعني متعلقه بالاليه بتاعه يعني ما معناه صناعه نجوم مستقبلين وصناعه منتخب او فريق قوي. طب على الصعيد بقى الفردي، على صعيد المهارات الفرديه برضو نفس سؤالنا، هو زمان بالمقارنه بدلوقتي؟ طيب انا هرجع اقول لك مثلا ان زمان كان عدد الشول اللي هو بيلعب بايده الشمال ما يتعداش صوابع الايد الواحده، كان في ندره يعني. فجي قال لك الاتحاد عشان يخلي الانديه تدور وتتحرك ويبقى عنده قاعده يقدر يشوف بيها، قال لك طب انا هعمل الماتشات بتاعتي الاشول اللي هيجيب الكوره الاشول من بره التسعة متر باتنين، يعني خلى الهدف بهدفين. نغير القواعد، نغير القواعد عشان انت تقدر بقى ايه يعني، ما هو زمان كنت ممكن تشوف واحد اشول يحفز الشوط يحفز لا ويخلي المدرب يدور بقى فاصبح النهارده عندك كم من الشول تمام كبير. فبعدين لقى برضو ان هو عنده عنصر في يعني حاجه قليله اللي احنا بنشوفها تحت بره في المنتخبات ان هو الطول، فقال لك لا طب كمان نعمل طول ال 180 او ال 190 لو جاب الكوره من اي حته في الملعب بهدفين. الله، فاصبح احنا بقينا ندور كمان على الناس ديت. فاصبحت الانديه بقت تدور، وفي نفس الوقت انت بقى بتطور يعني، انت بنجيب النهارده واحد طويل في الناشئين عشان تشتغل معاه، فالمدرب بيريح دماغه. لا اصبح النهارده لازم تشتغل معاه كويس قوي عشان هو اللي هيكسب فرقته. صحيح. على كل حال احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في هذه البطوله، ونتمنى وكلنا اكيد احنا انا وكريم وحضرتك والساده اكيد المتابعين ان يبقى في تقدم ملحوظ مع منتخب مصر لكره اليد. مش بنتكلم هنا يبقى مثلا مركز سابع سادس احنا ثامن، لا عايزين نخش بقى زي ما حضرتك كنت بتتكلم في التصفيات النهائيه وفي حتى المربع الذهبي، يهمنا ده جدا. واعتقد احنا برضو حضرتك تتفق معانا، هنختم بالنقطه دي تقول لنا متفق ولا لا بحكم برضو خبرتك. انا بحس انا وكريم اتكلمنا في ده كتير ان الرياضي المصري ممكن يبقى اقل امكانيات عنده، اقل امكانيات، بس هو لما بياخد فرصه بيقدر ان هو يحقق عديد جدا ويعدي دول يمكن عندها امكانيات اعلى بكتير، ما بالك بقى يا فندم لو عنده الامكانيات اللي تكفيه وزياده، هنوصل لفين؟ حضرتك كرياضي تتفق مع الكلام ده ولا لا؟ اكيد اكيد. يعني زي على سبيل المثال يحيى خالد من اقوى باك رايت موجود في اوروبا، يعني دي لعيب مصري. فالنهارده بس احنا نطلب من الاتحاد ان هو يزود بس الاعداد. بالظبط، الاعداد والاهتمام والامكانيات كل ده اكيد هيندرج تحت بند او تطوير هنا فكره الرياضه المصريه. كابتن ياسر نورتنا بجد، شكرا لحضرتك. شكرك على وجودك معانا وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. شكرا. طيب شكرا. احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع بقى عشان نهاوند هتستقبل ضيفها ان شاء الله، في طبعا هو الدكتور احمد رأفت في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا.